صبحكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة. اليوم الجمعة وتحديدا متجهين إلى الحرم المكي الشريف لأداء صلاة الفجر. لا تنسون في هذا اليوم وفي كل يوم أكثر فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الحرم، ولا تنسون بصبعكم الكريمة أعطونا لايك، وإذا ما كنت مشترك اشترك معنا. ما شاء الله تقريبا باقي نصف ساعة أو أقل من نصف ساعة على أذان الفجر، وهنا تتحول إلى مصليات. نشوفهم يصلون ما شاء الله، هنا تتحول إلى مصليات ويصلون مع الحرم. طيب نجي الآن على شارع بير بليلة. شوف ما شاء الله شارع بير بليلة، أعداد بسيطة زي ما قلنا، إن شاء الله خلال الأسابيع الجاية نشوف أعداد الحجاج يملؤون طرقات وشوارع مكة المكرمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حسين أهلا وسهلا. خير طيب؟ والله أمي تبحث عليك وهي دل ما تدعي تقول إن شاء الله نتلقى بأستاذ حسين. والتقينا. شوفوا هنا تتحول إلى مصليات، وقابلنا أحد الأحبة من دولة الجزائر، وأهلا بالحجاج وأهلا بضيوف الرحمن من كل فج عميق. شوفوا نجي على فندق الشهداء، تتحول إلى الساحات هذه إلى مصليات. الله، شوفوا أعداد ضيوف الرحمن اللي جايين من شارع بير بليلة وأجياد إلى مواقف ريع بخش باتجاه ما شاء الله الحرم. طبعا من تحت السدرة الجميلة نشوف فيها ضيوف الرحمن وهم متجهين إلى الحرام. هذا للناس اللي جايين من أجياد المصافي من حي العزيزية وداخلين على الحرم. طبعا ما شاء الله نجي هنا على الأكشاك اللي تبيع الخردوات الكماليات بأسعار مخفضة. الله، ندخل الساحات، مدخل إلى طريق أجياد الدور الأول. بسم الله ما شاء الله، ندخل ساحات الحرم. باب الملك عبد العزيز لدخول المعتمرين، ونشوف الكعبة المشرفة من هذا المكان. خلاص أذن لصلاة الفجر، نسمع رفع الأذان. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن محمد رسول الله. الله، بعد انتهاء أذان صلاة الفجر، وهذه بعد انتهاء صلاة الفجر، نشوف خروج المصلين من الساحات الغربية إلى شارع إبراهيم الخليل. نجي على الإطلالة الجميلة على توسعة الملك فهد الدور الأرضي، الطريق أو مسار باب الملك فهد إلى صحن المطاف. طيب بعد صلاة الفجر صلينا في الساحات الغربية، الساحات الخارجية، والآن داخلين على توسعة الملك فهد وعلى مطاف الدور الأول. عن سطح الحرم، مطاف سطح الحرم يقفل بعد صلاة الفجر، لكن نجي على
مطاف الدور الأول في توسعة أو في الرواق السعودي. ما شاء الله بأعداد كبيرة، اللهم زد وبارك، بسم الله. ونطوف معاهم. ونبدأ طوافنا معاهم. ما شاء الله تبارك الله. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وعزا ومهابة وأمنا، وزد من عظمه ممن زاره أو حجه واعتمر تعظيما وتشريفا وبرا ومهابة. طبعا الكعبة رفعوا ستار أو الكسوة، كسوة الكعبة رفعوها بداية موسم الحج تقريبا من 15 ذو القعدة حتى تقريبا 15 ذو الحجة أو حتى 15 محرم، يكون إحرامها بهذا الشكل. هذا المسار خصصوه للعربات، وما شاء الله صحن المطاف ممتلئ بالكامل. من توسعة الملك فهد نخرج على الساحات الجنوبية. ما شاء الله تقريبا الساعة 6، وهذه إطلالة جميلة على الساحات الجنوبية من أمام شركة مكة. يقومون الناس علشان يرفعون الفرش، وحنا رايحين على احد المطاعم في احد هذه الابراج. والصبح اذا تنفس، ما شاء الله نشوف من خلف جبل خندمة اشراقة صباح يوم جميل. وصباحكم جميل. يمين وعلى اليسار. ما شاء الله يا زينهم، شوفوا الشكل كيف. لما تشوف هذه الألوان في ساحة الحرام، في أروقة الحرام، في المشاعر المقدسة. ومن أبراج الوقف ندخل على أحد المطاعم، ندور لنا الفطور، نستمتع بأجواء الصباح مع ضيوف الرحمن. ما شاء الله. ومن هنا تشوف الكعبة المشرفة. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وعزا ومهابة وأمنا. ما شاء الله تبارك الله. نروح نشوف ايش عندهم من فطور. يا سلام، ناخذ حاجة خفيفة. يا سلام، هذه كثر منها، هذه كثر منها. خلاص اخذنا فطورنا. هذا فطورنا المتواضع، احد البوفيات المفتوحة في برج الساعة الدور الثالث، ومطل اطلالة جميلة على ساحات الحرم المكي الشريف. الان نجي على فقرة الشاي. هذا المطبق
طيب نشوف الفول. الله، هذه تشربها شرب. طيب بعد ما افطرنا نخرج على الساحات. نخرج على شارع اجياد. شوفوا الكراسي المتحركة هنا، وهذه مواقف برج الساعة في الأسفل. نفق السوق الصغير، هذه شراشف الصلاة، السجاجيد، وهذه برضو أحد بس غالية. هذه نخرج على أبراج الصفوة، هذه أبراج الصفوة، شوف هذه أبراج الصفوة. عندنا خيار، نخرج من الساحات، نخرج من الساحات أو نخرج من أبراج الصفوة من شوفوا في الأسفل مكان يوديك على الحلاقين، تقريبا مجموعة كبيرة من محلات الحلاقة في الأسفل من أمام باب الملك عبد العزيز بعد ما تخرج من الطواف والسعي. ما شاء الله، نخرج على الساحات. شوفوا ياخذون صور تذكارية. ونجي ناخذ لنا قهوة. ان شاء الله عندهم قهوة. الله 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 الله. أخذنا قهوتنا. يا سلام على قهوة الصباح وعلى ريحتها القهوة السعودية. يا طعمها طعمه ما شاء الله. الله 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 الله. مجموعة من المعتمرين داخلين على صحن المطاف. ما شاء الله في هذا الصباح الجميل. ما شاء الله، هذه مجموعة جديدة من المعتمرين. أهلا وسهلا. خلاص، هذه الحافلات مغادرة إلى الفنادق المخصصة لها بعد ما انتهوا من صلاة الفجر، بعد ما انتهوا من نسك العمرة. خلاص خارجين الآن على الفنادق المخصصة له. طيب، صلاة الجمعة راح تكون في هذا الجامع، هي أحد أحياء مكة المكرمة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم. نعدكم بتغطية أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.